بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم مرة أخرى أيها الإخوة الكرام إلى هذه الفقرة من فقرات تعلم اللغة الفرنسية مع كتابي ليغي كومبوندر كالعادة. طبعا وصلنا إلى آخر هذه الفقرات كما نلاحظ من هذه الصفحة. إذن في هذه الفقرة إن شاء الله سنرى صوت كما تلاحظوا لصون إذن سنرى صوت طبعا صوت ممكن أنه يكتب بطرق أخرى، ومنها أنه يكتب بإي آن كما عندنا هنا، كما في كلمة لو لا با لو لا با با لو لا با لو لا با ولا ست لا با ولا ست لا با كي سابيل تنت كي سابيل تنت. إذن نتكلم عن أرنب يسمى تنت، نتكلم عن طبعا نتكلم عن هاد النوعية من الأرانب، لا نتكلم عن الأرنب البري. أرنب البري يسمى ليفغ. إذن لو لاب لو مو لاب كما نقولو كومبخون لو صون ألف. إذن كلمة لاب تتضمن هاد الصوت ألف، يعني في النهاية في النهاية. Bien sûr, il y en a d'autres syllabes qui comprennent le même son. Par exemple, p, t, s, d, v, n, f, b, r, m, l, s, s. كما تلاحظوا بأنه عندنا س س، لأن الصي بعد اي ستنطق كاس. إذن طبعا الكتابتين ستقرأان بنفس الطريقة س س. نعيد لو برونو ب ت ت س د ف ف ن ف ب غ م ل س. Ensuite nous prenons le son pr. Par exemple le printemps le pr. طبعا هذا الصوت ا جاء في وسط الكلمة لو برانتون أبخوش لو برانتون أبخوش فصل الربيع يقترب. كما نكونيسون توس لاني كومبخون كاتر سيزون كما نعرفو جميعا السنة تتضمن أربع فصول. قلنا لو برانتون ليطي ليفيغ إي لوطون. إذن عندنا فصل الربيع لو برانتون ليطي فصل الصيف، ليفير فصل الشتاء، إي لوطون ثم فصل الخريف. أنسويت نو بخونو لو صون كخ لو صون كخ. باغيزومبل ليكخ ليكخ دو بيجو سي اون بتيت بواط دون لاكيل اون مي ان بيجو. إذا نتكلم عن علبة صغيرة التي نضع فيها حلي، نضع فيها مثلا خاتم أو أي شيء آخر خاص بالحلي. إذن تلك العلبة الصغيرة تسمى ليكخ. إذن عندنا كخ كخ ليكخ ليكخ دو بيجو دو بيجو. إذن نتكلم عن علبة صغيرة دو بيجو خاصة بالحلي. أبخي هنا لو صون بغ بغ باغ إكزومبل أن بغ أن بغ un brin d'herbe un brin d'herbe. نتكلم عن قطعة من العشب، قطعة من العشب تسمى brin، كأننا نتكلم عن فرع من العشب أو غصن من العشب أو قطعة صغيرة من العشب تسمى brin un brin d'herbe. ثم كما نلاحظ أن الصوت أ ممكن يكتب بطريقة أخرى، ممكن يكتب اي ام في بعض الكلمات، خاصة عندما يأتي هذا الصوت امام بي. ان انفون امبريدون ان انفون امبريدون ان انفون امبريدون. اون بو بارلي دان انفون بريدون. ممكن نتكلم عن طفل حذر، مي لا اون بارل دان انفون امبريدون، ولكن هنا نتحدث عن طفل امبريدون يعني غير حذر. Parfois la mère dit à son fils: écoute, sois prudent.
أحيانا الأم تقول لطفلها إيكوت، استمع، سوا بخيدون، فلتكن حذرا، فلتكن حذرا، عليك أن تنتبه لنفسك مثلا، إذا تقول له سوا بخيدون، لكن هنا أون باغل دان لونفون أن بخيدون، إذا نتكلم عن طفل غير حذر، لا ينتبه لنفسه وربما يلعب ألعابا خطيرة، إذا نتكلم عن أن لونفون أن بخيدون. إذا طبعا هادي أم كما تلاحظوا أنها تنطق مثل أن أنفون أن بخيدون. نو باسون أ سيت فخاز كما نفويون أو دوسو دو سيت إيماج. إذا بعد ننتقل إلى هاد الجملة التي توجد أسفل هذه الصورة. أون كاغوت بوغ تانتان. فوالا سيت أن كاغوت بوغ تانتان. سي كي تانتان. سي لو جولي لابان. إذن أن كاغوت بوغ تانتان جزرة. لي تانتان من يكون تانتان؟ إذن طبعا نضع فاصلة لنقول من هو تانتان. سي لو جولي لابان. إنه الأرنب الجميل. إنه الأرنب الجميل. إذن جزرة لي تانتان. تانتان هو الأرنب الجميل. إن كاغوت بوغ تانتان لو جولي لابان. Ensuite, nous prenons, après nous prenons ces syllabes avec or. Alors, on a nord, l'or, pour, mort, bord, d'or, voir. On a des syllabes avec or, par exemple, nord, l'or, pour, mort, bord, d'or, voir. Ensuite, on a des syllabes avec ar. إذن بعدا عندنا مقاطع لفظية مع ar. Par exemple, nar, lar, par, mar, bar, dar, et var. Après, on a des syllabes avec e. Par exemple, ne, le, pe, me, be, de, ve. Ne, le, pe, me, be, de, ve, et ve. Et enfin, on a des syllabes avec un. Par exemple, ne, le, pe, me, be, de, et ve. Ne, le, pe, be, pe, be, be, pe, be. Me, de, Et nous terminons avec ce paragraphe où il y a des mots et des phrases. حيث توجد كلمات وجمل. Un marin, le matin, un marin. نتكلم أحيانا عن la mer, يعني البحر. هنا عندنا un marin. C'est l'homme qui travaille à la mer. إذا نتكلم عن الرجل الذي يعمل في البحر. إذا نتكلم عن بحار. ثم لو ماتان. لو ماتان. لو ماتان. هنا لو ماتان اي لو سوار. صباح كما عندنا هنا. لو سوار المساء. ثم لو سابان. لو سابان. ثم لو لابان. فوالا سي لو لابان. لو شومان. لو شومان. بارفوا اون برون لو شومان. احيانا ناخذ طريق. لو شومان. ان باسان. ان باسان. Un bassin, un bassin. Thomas, le médecin, parfois, on rend visite au médecin. Hiyana Nazor, Tabib. Iden, Indana Tabib. Thomas, la poule noire et ses poussins. La poule noire et ses poussins. Hana Taban Adna, la poule noire et ses œufs. Et ses œufs. Dajaja, Saouda Matelen, wa Bayida. Mais ici, on parle de la poule noire et ses poussins. Regardez bien sur cette image que nous allons voir après. Ce sont, regardez ici, on a des poussins. Voilà, ce sont des poussins. Alors là, nous parlons
دو لا بو نوار اي سي بوسان. اذا هنا نتكلم عن الدجاجة السوداء وفراخها. لي بوسان يعني الفراخ، سي بوسان فراخها او فراخه، تتقال بنفس الطريقة. اذا هاد السي خاصة بالملكية. ثم عندنا اتيفي لو ديسان دو مينا، اتيفي لو ديسان دو مينا، اتيفي بيان سور هنا لو فيرب فوار كونجوغي او باسي كومبوزي. اذا طبعا عندنا فعل راء في الباسي كومبوزي، ولكن الجملة هنا جات على شكل سؤال. فالاصل مثلا ممكن نقول تيافي لو ديسان دو مينا، انت رايت رسم مينا، او انت رايتي رسم مينا. طبعا هنا قلبنا لوكسيليير مع لو سيجي، اما في البريزون مثلا تنقلبوا لو فيرب مع لو سيجي. اما هنا عندنا المساعد، اذا تنقلبوا المساعد مع الفاعل. اذا اتي في لو ديسان دو مينا، هل انت رايت لو ديسان؟ طبعا راينا فيما سبق لو فيرب ديسيني، راينا فيما سبق فعل رسم. طبعا لو فيرب ديسيني يعني فعل رسم. هنا عندنا لو ديسان يعني الرسم. طبعا ذكرنا فيما سبق الفرق بين ديسيني وبين تراسي. تراسي انك ترسم دائره، انك ترسم مثلث، انك ترسم خط، يعني انك لا ترسم اشياء بل ترسم اشكالا، اشكال هندسيه. اذا نتكلم عن تراسي، انا طبعا نتكلم عن لو فيرب ديسيني. اذا اتي في لو ديسان دو مينا، هل رايت رسم مينا؟ كوم نو فويون تو سي مو سيتي، امارا لو ماتان لو سابان لو لابان لو شومان ان باسان لو ميدسان تو سي مو بيان سور كومبخين لو سون ان. اذا كما تلاحظوا بان كل هذه الكلمات تتضمن صوت ان الف، يعني في النهايه لو ديسان نفس الشيء، لو ديسان تتضمن هذا الصوت ان الف. ابخي مينا ا ديسيني اللابان. اذا كما تلاحظوا هنا ذكرنا الفعل، هنا عندنا لو ديسان، هنا عندنا مينا ا ديسيني، اذا عندنا لو فيرب ديسيني. هنا عندنا طبعا لو بارتيسيباسي الخاص بفعل ديسيني مسبوق بهاد افوار، مسبوق بلوكسيليغ افوار. طبعا فحصلنا على لو باسي كومبوزي الخاص بفعل ديسيني. اذا نقول مينا ا ديسيني، اذا مينا ان رسمت ماذا؟ اللابان. ال ا ديسيني اللابان، اذا هي رسمت ارنبا. غني بوا دولو، لو فيغ بواغ، لو فيغ بواغ فعل شرب. غني بوا دولو، اذا غني يشرب من الماء. غني بوا دولو. طبعا عندنا لو فيغ بواغ في البريزون، نقول جو بوا، تي بوا، إل بوا، نو بيفون، نو بيفون نحن نشرب، فو بيفي أنتم تشربون، إل بواف هم يشربون. إذا علينا أن نحفظ هاد الفعل، لأن كما تلاحظوا عنده صرف خاص. إذا غوني بوا دولو، إذا غوني يشرب من الماء. بابا بوا دولو افيك دي فان، بابا بوا دولو افيك دي فان. الناس في الغرب طبعا عندهم تقاليدهم، الناس في الغرب طبعا عندهم التقاليد ديالهم، وربما ان الدين ديالهم تسمح لهم بهذا الشيء. طبعا كما تلاحظوا بابا بوا دولو، اذا بابا يشرب من الماء. طبعا هنا ما كاينش الاشكال، افيك دي فان مع الخمر، مع الخمر. وكما نعلم في الاسلام بان الخمر محرم، اذا هذا يخص المجتمعات الغربية. طبعا كانت هناك محاولات للحد منه لكن دون جدوى. اذا بابا بوا دولو افيك دي فان، اذا كما تلاحظوا بان الاب يشرب الماء مع الخمر. بابا بوا دولو افيك دي فان. طبعا هو يحرم هذا لانه مضر بالصحة، لانه مضر بالعقل الى غير ذلك، يعني انه يحمل اضرار. ثم غيمي سيغلان، غيمي سيغلان،
غيني سيغ لان، إذن غيني هو فوق الحمار. غيني سيغ لان، ثم لو بوتي آن غالوب سيغ لو شومان. لو بوتي آن، لو بوتي آن غالوب سيغ لو شومان. إذن الحمار الصغير غالوب. طبعا رأينا هذا الفعل هذا فيما سبق، لو فيرب غالوبي، لو فيرب غالوبي أنه يجري. غالوبي نقولها للدواب عندما تكون في حالة جري. لو بوتي آن غالوب، إذا الحمار الصغير يجري سيغ لو شومان، على الطريق. لو شومان كما رأينا، لو شومان. ثم لو لابان لا بول إي لي بوسان سون دون لو جاردان. لاحظوا هنا لو لابان أولا، لا بول، لا بول ثانيا، إي لي بوسان ثم الفراخ، سون دون لو جاردان هم في الحديقة. إذن الأرنب والدجاجة والفراخ، سون يعني هم، دون لو جاردان هم في الحديقة. نعيد هذه الكلمات وهذه الجمل. أن ماغان، لو ماتان، لو سابان، لو لابان، لو شومان، أن باسان، لو ميدسان، لا بول نواغ إي سي بوسان، لا بول نواغ إي سي بوسان. As-tu vu le dessin de Mina? Mina a dessiné un lapin. Mina a dessiné un lapin. René boit de l'eau. Papa boit de l'eau avec du vin. Rémi est sur l'âne. Rémi est sur l'âne. Le petit âne galope sur le chemin. Le lapin, la poule et les poussins sont dans le jardin. Tout mon achetim ma'ahed al-maqat al-lafdiya wa ma'ahed al-kalimat. إذن أن با غان لا دو فان، دو فان طبعا لو فان، لو فان يعني الخمر، لو فان يعني الخمر، أنه تتضمن في آخر الكلمة كما تلاحظوا صوت أ، صوت أ. إذا نقول دو فان من الخمر، أفيك دو فان. ثم لو لابان، لو لابان، لو شومان، لو جاردان. لو لابان، لو شومان، لو جاردان، لو جاردان، طبعا لو جاردان الحديقة. إذا نستأنف في الفقرات القادمة، حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.